هي الاستاد طبعا، هو في مستشفى وفي محال تجارية وفي متحف، لكن هو الاساس هو الاستاد. الجزء ده كان مهم جدا ان احنا نشرحه النهارده، لانه ما كانش على هوا مجلس اداره. يعني مجلس اداره مش هيجي يقول انا عايز متحف او النائب انا عايز مستشفى، لا، ده موضوع درس جدا. وشركه بحجم ارنست اند يانج، ودي من اكبر شركات في العالم في هذا المجال، ان هي درست الموضوع وقالت احنا فعلا محتاجين مستشفى وبكذا سرير ومستشفى متخصص في كذا وكذا، محتاجين اكاديميه، لان الاكاديميات دي هي اللي بتغذي النادي، والنادي الاهلي طول عمره معروف ومشهور باكاديميه النادي الاهلي. الموضوع هيبقى على مستوى علمي اكتر وهيبقى مستوى عالمي، وزي برضو ما تفضلوا يعني رجال اعمال العظام اللي اتكلموا النهارده، الموضوع في الاخر برضو اصبح فيه جزء كبير بزنس. يعني النادي الاهلي هيطلع اشبال وهيطلع لعيبه، ومش لمصر بس، ده يمكن يدي لاوروبا كلها يعني. فالموضوع يعني فعلا هو بخلاف انه حلم، هو يعني اسطوره هتتحقق ان شاء الله.